بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله درس بسيط جدا، وهو المؤشر الخاص بالماوس، الماوس كارسر. الماوس كارسر يا جماعة، أو المؤشر الخاص بالماوس، بتقدر تتحكم فيه براحتك بـ CSS وتغيره في حالات معينة حسب ما تحب عشان يخدم الفكرة بتاعتك. تعالوا مع بعض نعمل لينك بيودي على أي مكان، مفيش مشكلة خالص. ونعمل مثلا على سبيل المثال span كده فاضية، أو نكتب فيها تست، نعمل زرار نكتب فيه كليك وهكذا. وخلينا تحتهم كده نعمل اتش ار، ونيجي نعمل مثلا 3 باراجراف ورا بعض بالشكل ده. خلينا نشوف الشكل بتاعي. هتلاحظ اول حاجه انه اللينك لما تروح عليها بالماوس بتعمل لك شكل هاند كده، دي معناها ان الحاجه دي كليكابل. نوع الكارسر الخاص بالماوس اللي احنا واقفين عليه دلوقتي ده، الشكل ده اسمه بوينتر، بتبوينت على حاجه معينه عشان تعمل كليك عليها. لو رحت على التست هتلاقي الماوس اتغير شكلها زي ما انت شايف كده. لو رحت في الصفحه العاديه هتلاقي الديفولت الكارسر الديفولت او الافتراضي، وعلى الزرار نفس القصه، على الباراجراف متغير عشان ده كلام زي ما انت شايف كده. كل دي انواع في المؤشر بتاع الماوس نقدر نغيرها زي ما احنا عايزين. طيب ده كلام عادي وخاصيه بسيطه جدا، مش محتاجه فيديو ولا رغي، لكن اللي محتاج بقى رغي واللي محتاج قصه ونقاش هو احنا نستخدم الكلام ده فين. خليني اقول لك ان انت عندك زرار زي ده، وحبيت ان انت لسبب ما تغير شكله خالص. نخلي الخلفيه شفافه، نخلي البوردر نان، ونديله كلر مثلا ريد على سبيل المثال، ونديله فونت ويت بولد. وعندك دلوقتي بقى زرار زي ما انت شايف كده، مش هتعرف ان ده زرار غير لما تدوس عليه كده وتلاقي انه حواليه يعني زي الاوتلاين اللي حواليه ده او البوردر اللي حواليه ده، اللي هو بالمناسبه ممكن برضه نلغيه. فعشان تعرف الشخص قبل اي حاجه ان العنصر ده كليكابل، بتقول له كارسر بوينتر. بوينتر معناها دلوقتي ان هو كليكابل كده بالشكل ده، مش معناها ان انت ينفع تدوس عليه، بس معناها ان انت بتقول له ان العنصر ده كليكابل، لما تدوس عليه هيحصل حاجه معينه. ممكن بالجافا سكريبت انا عندي التست ده او الكلمه دي، انا عايز اخلي الشخص لو داس عليها يروح في حته معينه. التست ده السبان في العادي الديفولت بتاعتها هي مش كليكابل ايليمنت عشان يجيب لك الماوس ده، فلو انت رحت قلت له بنفسك ان الكارسر بوينتر، هيطلع للشخص ان هو يقدر يدوس عليها كده، بس انت عرفته ان البيهافيور فيه كليك هنا، لكن هو الطبيعي مفيش، انت عامل التست عشان تدوس عليه. طيب عظيم، نيجي عند الباراجرافز بتاعتنا دي كلها. خلينا نقول له عنصر الباراجراف كله اللي في الصفحة التلاتة مع بعض، نقول له انه الكارزر بتاعتنا، وخلينا نغير كده ايه، خلينا نجرب حاجة مثلا زي جراب دي مثلا. خلينا نجرب الجراب دي. هنا يا شباب شايفين انا عندي مثلا سلايد، السلايد ده المفروض ان انت بايدك كده بتشد دي توديها يمين وشمال، فاخترت الكارزر جراب عشان اعرف الشخص ان الحاجة دي انت بتعمل لها جراب. ممكن غير جراب الموبايل طبعا، ممكن ان انت عندك دي اجابات وبترتبها، يعني تمسك العنصر تنزله تحت ترتبها، دي برضو ليها نوع يعني من انواع الماوس تاني زي الموف مثلا. خلينا نجرب الموف كده بالشكل ده، هنا ادي الموف اهي، ممكن دي برضو تبقى موف وفي واحده تانية غيرها برضو بتطلع لك لما تكون عايز تنقل عنصر من مكان لمكان. لو رحنا على موقع زي الكود بن هتلاقي ان الصف ده فيه ايكون او المؤشر على شكل ايكون ان انت هتشد الحاجه يمين وشمال، شايفين؟ هنا هتلاقيه نفسه بس المرة دي بطريقة طولية بالشكل ده. فكل حاجة بتوريك انت دلوقتي او بتوريك البيهيفير المفروض هيحصل. دي مثلا حاجة انت هتعدل عليها، شايفين؟ دي حاجة انت هتدوس عليها كليكابل، الزرار ده المفروض هتدوس عليه هيعمل اكشن معينة، هنا هتعمل دراج، هنا هتعمل ايه كليك وهكذا. التحكم في الكارسر بيتحكم او بيوري الشخص هو المفروض يعمل ايه عند العنصر ده، عشان يعني من ضمن تحسين تجربة المستخدم. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.